علانية لا تخفى عنه فاتحة، يعني مخاينة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بهذه الأمة. اللهم فصل وسلم عليه صلاة وتسليم وترضيه وترضى بها عنا. وصل اللهم على أصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة والدين. فأما بعد، أوصيكم بنفسي الخاطئة الفقاهة بتقوى الله عز وجل وكثرة الخاطئة، فهي شعار المؤمنين وبشار المتقين ووصية الله فيك وفيكم أجمعين، حيث أمرنا في محكم التنزيل. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما زلنا مع موضوع الخطأ والخطيئة ومفهوم التوبة، ووصلنا إلى الميز والفرق بين الخطأ الذي هو عمل غير متعمد، والخطيئة التي هي فعل مخالف عن عمد. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن قصة أول خطيئة وخطأ وأول توبة. لأهميتها تكررت في القرآن، وهي قصة آدم. هذه أول تجربة إنسانية فيما يخص الخطأ والخطيئة والتوبة، وهي عملية تتجدد في حياة كل مسلم. خلق الله آدم وأباح له كل شيء إلا واحدة، أن يأكل من شجرة معينة. فالأصل عند الله هي الإباحة، والتحريم استثناء، كما قال علماؤنا الأصل في الأشياء الإباحة في مجال المعاملات، أما في مجال التعبد فإن الله لا يعبد إلا بما شرع. أما في قضية الحلال والحرام فالأصل في الأشياء والعقود والمعاملات الإباحة، إلا أن يأتي أمر يفيد الوجوب حتما وإلزاما. وكذلك كان الأمر مع آدم، جاءه النهي عن الأكل من الشجرة، لكنه عصى ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى. وأصل هذه المعصية النسيان، نسيان عاقبة المعصية، لأن الله عز وجل عندما نهاه عن أكل الشجرة ونهاه مع زوجه أيضا عن أكل هذه الشجرة، فالرجل والمرأة كلاهما مسؤولان أمام الله. النهي يخص آدم وزوجه، وحذره من العاقبة وهو الخروج من الجنة، وبالطبع اختلف العلماء في هذه الجنة هل هي في السماء أم في الأرض، لكن الأصوب أن تلك الجنة كانت في الأرض وليست الجنة الموعودة، لأن الجنة الموعودة لا يمكن للشيطان أن يدخلها وأن يرتكب فيها المعصية أو أن يجر على آدم معصية، لأن تلك الجنة لا معصية فيها،
ولا شيء فيها قد رأته العين من قبل ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. فإذا لا ينبغي أن نخلط بين جنة آدم في الأرض والجنة الموعودة. أما قوله اهبطا منها فالهبوط هنا هو الخروج، كما قال سبحانه وتعالى اهبطوا مصرا، الله أمر بني إسرائيل أن يهبطوا مصرا يعني أن يذهبوا إلى مصر، فالهبوط هنا هو الخروج أو الذهاب. فحذره سبحانه عن عاقبة المعصية وهو الخروج من تلك الجنة التي فيها كل شيء، الأكل والشرب والأنهار كل شيء ميسر. وقال له إن أكلت من الشجرة فإنك ستشقى يعني ستتعب في العمل. ليس الشقاوة هنا ضد السعادة، لأن الله لم يخلق الإنسان في الدنيا ليشقى بالمعنى التعاسة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والشقاء هنا المتوعد به هو التعب، أن يشتغل يقول الشقاء، الشقاء هو العمل المتعب المضني لكسب العيش. إن أكلت فإنك ستتعب، ستشتغل لتأكل، أما الآن الأكل موفر نغيلوجي غاتيس. وإياك إن أكلت من الشجرة فإنك ستسعى وتشقى. لكن القرآن يعلن أن المعصية معصية آدم كانت تحت ضغط النسيان، نسي آدم يقول القرآن فلم نجد له عزما، نسي. لكن أي نسيان هو؟ مع العلم أن الشيطان عندما جاءه ذكره بالنهي، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين، ذكره بأنه لا نهي. لكن أضله بالتعليم فأنساه العاقبة، وهذا من مداخل الشيطان أنه يفتح لك خيراً لينسيك عن خير أفضل منه. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين وتكون من الخالدين. الشيطان لا يدخل عليك بالشر إنما يدخل عليك بالخير، لأن الخلود آدم قرر أن يبقى خالدا بجوار الله وأن يكون ملكا مرتبة عالية. ولربما آدم ظن أن النهي يفيد الكراهة فقط فأخطأ في الاستنباط ونسي العاقبة، لأن ليس كل نفي أو نهي يفيد التحريم، لكن نسي العاقبة التي تفيد أن النهي يفيد التحريم، فدخل عليه الشيطان بالتعليل فأنساه العاقبة. وعندما يقول القرآن نسي آدم لم ينس النهي، إنما نسي عاقبة النهي. وإذا كان هناك تناقض بين الآيتين، ولم أجد هذا التفسير في أي تفسير، إنما ظهر لي تناقض فرفعت هذا التناقض بأن النسيان المقصود هو نسيان العاقبة لا نسيان النهي. فأخطأ آدم في التأويل ونسي العاقبة فارتكب المعصية. وغالبا الشيطان يدخل عليك من تزيين الشر أو يدخل عليك من باب النسيان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، والذي نسي ذكر الله نسي الله وأمره ووقع بالتالي في المعصية. الذي نلاحظ في السياق الكريم في سياق القرآن أن آدم
وزوجه اشتركا جميعا في المعصية، بخلاف السياق، سياق العهد القديم لونسيان تيستامون. العهد القديم حواء تواطأت مع الشيطان فأغوت آدم، وهذا التفسير عالق بيده لكثير من المسلمين. وبالتالي هذه القراءة تعطي نظرة دونية للمرأة، يعني المرأة يعني أقرب إلى المعصية من الرجل. القرآن أبعد هذا السياق وذكر أن الاثنين ارتكبا المعصية جميعا وتابا جميعا وغفر لهما جميعا، فلازت المرأة بأعصى من الرجل. أما الحديث الذي يقول بأن أكثر أهل النار النساء، وهو حديث صحيح، لكن ينسى الناس أن هناك حديث آخر في صحيح مسلم يذكر أن النساء ضعف الرجال في الجنة. يعني ما تشنيه، يعني 50-50. وهذه العقلية التي ترى أن المرأة يعني أكثر شرا من الرجال مخالف للسياق القرآني وروح الشريعة. ثم بعد هذه المعصية تدارك الأمر، ربنا ظلمنا أنفسنا، الاعتراف. ذكرنا أن من شروط التوبة الاعتراف بالذنب ثم الندم، أن تعرف الذنب وأن تعترف به وأن تندم عنه وأن تستغفر منه وأن تكفر عنه. إن الحسنات يذهبن السيئات. فتاب جميعا وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سبحان الله، اجتباه قبل أن يتوب عليه، اجتباه قبل أن يتوب عليه، كالأم التي تأخذ في حملها ولدها العاصي التائب، تضمه ثم تسامحه، فالرحمة سبقت المسامحة والمغفرة. المغفرة هي بعد من أبعاد الرحمة، يعني رحمه فتاب عليه وهدى. وانتبهوا إلى مصطلح اجتباه، يعني أصبح أقرب إلى الله وزوجه، لأن الحديث الذي يخص آدم يخص زوجه. اجتباه يعني أصبح حاله الخلقي والروحي أقرب منه مما كان عليه قبل المعصية. يعني كأن الاجتباه لابد أن يمر إلى المعصية ثم التوبة التي تقرب الإنسان إلى الله جل وعلا. وكأن مقام آدم وحواء أصبح، بل هو كذلك أعلى مرتبة مما كان عليه من قبل. وكما قيل، رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، رب ذنب أدخل صاحبه الجنة. يذنب الإنسان ثم يندم ثم يرجع إلى الله ثم يكفر من الحسنات. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، يعني إنسان يتكبر بطاعته كما وقع لإبليس. كان بين الملائكة
لقربه. فتكبر عن أمر الله، أنا خير منه. فأي طاعة أو أي كبر أو طاعة أنشأت أو أورثت استكبارا وعزة بالنفس ورضا عن النفس كانت أقرب إلى غضب الله منها إلى مرضاته سبحانه. فآدم حول فشله وإخفاقه إلى نجاح الروح وأخلاقه. وبالتالي ليس العيب في الذنب كذنب، إنما العيب في الاستمرار في الذنب وتبرير الذنب. الإنسان يرتكب المعصية كإبليس، يعني ارتكب معصية ثم أتى لها بالدليل. لا أسجد لآدم لأني أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالكبر منعه من أن يستعمل قياسا صحيحا، قياس مع فارق العلة، قياس أودى به إلى غضب الله عز وجل. لأن الكبر إذا استولى على العقل خمره وغطاه بحيث أصبح لا يبصر الحق والباطل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستغفرون الله ويتوبون إليه. Thank you.